الصوت واضح عندك يا شيخ. واضح شيخ. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ثم ما بعد، welcome brothers and sisters to Al Hidayah Qiraat Program Weekly. Alhamdulillah, today we have guests from Jeddah. They're both guests from Jeddah. One of the students from Jeddah as well today. We have Sheikh Imran Imam Masjid Al-Taqwa from Jeddah. He's originally from Bangladesh. MashaAllah, Tabarakallah. So I request him to introduce yourself, please. Sheikh Imran, billah, arifna binasak. Jazakallah khair, Sheikh Imran. السلام بعد التحية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالعربي يعني؟ إيه بالعربي، مو مشكلة. أو إذا بالإنجليزي ما في مشكلة برضو. بالعربي ما في بأس. طيب، معكم أخوكم محمد عمران عبد الله، إمام في مسجد التقوى بحي المروة جدة، المملكة العربية السعودية، خريج جامعة أم القرى، بكالوريوس كتاب وسنة من كلية الدعوة وأصول الدين. أتممت الحفظ قبل أكثر من 25 سنة، ما شاء الله. كان عمري ولله الحمد وقتها 7 سنوات، ما شاء الله ولله الحمد. عندك إجازة طبعا، ما شاء الله. الحمد لله، عندي إجازة، عندي 5 قراءات إجازة، خمس قراءات. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. متزوج ولديك؟ نعم متزوج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الذرية الصالحة. آمين يا رب. جزاك الله خير brother and sister. الشيخ عمران ما شاء الله تبارك الله، he did memorize Quran when his age was 7 before 25 years ago, about himself saying. And mashallah tabarakallah, he got ijazah in qiraat as well, I think 5 qiraat, mashallah tabarakallah. So I think today we can, if he give us chance to listen from some qiraat as well. And he got his bachelor's from Umm al-Qura University, alhamdulillah, mashallah tabarakallah. May Allah bless you. And I request him to start his tilawah, inshallah. Tafadhal ya Sheikh Imran, tilawah. Allah yahfazak. Tayyib. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-saffati saffah. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة السقوم عمران دخل قاعد يقرأ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ما شاء الله تبارك الله كتب الله أجرك ونفع الله بك ونفع الله قدرك جزاك الله خير شيخ عمران بما أنك ما شاء الله عندك قراءات هل ممكن مثلا تقرأنا من قصار الصورة مثلا حتى الإخوان اللي هنا يستمعون بعد ذكر اسم القارئ مثلا القراءة إذا تكرمت الأمر إليك يعني في النهاية أو نجعل بعد بعد الطالب طيب ما هو مشكلة بعد الطالب طيب جزاك الله خير يلا بلس شيخ عمران إن شاء الله he come back again إن شاء الله to recite some small surah from the other qira'ah inshallah. Let we go now with our one of the students in Jeddah, mashallah. His name is Anas Ishaq. Assalamu alaikum, Anas. Anas Ishaq. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. بارك الله فيك أنس أهلا وسهلا أنس كيف حالك أنس تسمعني الحمد لله خير بارك الله فيك تفضل بالقراءة يا شيخ تفضل بالقراءة مباشرة يلا أظهر الصوت عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله أحسنت يا أنس بارك الله فيك الله يفتح عليك. I heard about Anas, mashallah, he can read like Star Sheikh Sudais and Sheikh Bahar al-Ma'aqili. صحيح هذا الكلام أنت تقلد الشيخ سديس؟ صحيح يا عبد الرحمن. تفضل 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 أنس اقرأ لنا ما تيسر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله تبارك الله. في أحد ثاني ممكن جرب المعقلي تقدر؟ أوكي خير جزاك الله خير شيخ أنس كتب الله أجرك الله يرفع بيك. شيخ عمران نرجع لك يا شيخ عمران. السلام عليكم. شيخ عمران السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الله يفتح عليك. ممكن تسمعنا شيء؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طبعا هذه بقراءة البزي عن ابن كثير، رواية البزي عن ابن كثير. جزاك الله خير شيخ. Brothers, we know today is Friday, and the last time of the Friday is one of the time Allah accepts the dua. So I request Sheikh Imran, we finish our program with the dua. تختمنا اللقاء بالدعاء جزاك الله خير. الآن طبعا عندنا في توقيت بريطانيا باقي تقريبا ساعة وأكثر من ساعة على المغرب، فنختم إن شاء الله اللقاء بالدعاء جزاك الله خير. طيب. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا سميع الدعوات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا
وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا من الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلها لنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها لنا حفرة من حفر النار. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا خالصا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ عمران. We have to thanks شيخ عمران from مسجد التقوى from Jeddah and students أنس يوسكو from مسجد الرضا بودادية from Jeddah as well. I have to thank you and brothers and sisters for joining today. Inshallah, next week, same time, Friday, inshallah, 7:30, new guest and from new place as well. Jazakum Allah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.